نحن هنا بانتظار مهمة جديدة للوصول إلى نقطة قريبة من مفترق الشهداء وسط مدينة وسط قطاع غزة، حيث ستستقبل سيارات الإسعاف عدد من المصابين الذين سيأتون من المستشفى الأندونيسي من شمال قطاع غزة، وسيتم نقلهم بعد ذلك إلى مشافي جنوب القطاع. حتى نفهم أكثر قبل الانطلاق في هذه المهمة، دكتور إياد زقوت مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أي جهة سنتوجه الآن وما الذي سيحدث بعد ذلك مع المصابين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الاعتداءات المتكررة على مستشفى الإندونيسي في الشمال وخروج المستشفى بالكامل عن الخدمة وصعوبة بل استحالة استمرار تقديم الخدمة للمصابين والجرحى في هذا المستشفى، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء المصابين والجرحى من المستشفى الإندونيسي لمستشفيات جنوب قطاع غزة. الآن سنتوجه إلى الحاجز الإسرائيلي لنستقبل الحافلات وسيارات الإسعاف الخارجة من الحاجز الإسرائيلي لتوجيه الحافلات نحو الجنوب، حيث ستتوجه حافلات المرضى والمصابين وسيارات الإسعاف إلى مدرسة رأس الناقورة التي تم تجهيزها وهي بجوار مستشفى غزة الأوروبي، حيث ينتظرهم فرق طبية لفرز الحالات والإصابات ثم توجيههم مرة أخرى إلى المستشفيات المعنية وغالبا إلى مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي. بطبيعة الحال نحن سنرافق الفرق في هذه السيارات، سيارات الإسعاف، ونكمل باقي هذه المهمة، نرافق الأطقم الطبية لتوثيق هذه المهمة ونقلها على شاشة التلفزيون العربي. هذه سيارة إسعاف وصلت للتو من مفترق الشهداء حاملة على ما يبدو بداخلها أحد المصابين قادمين من المستشفى الأندونيسي، وهنا يستقبلها فريق الإسعاف والطوارئ. نرقب هذه الصورة هنا حيث استقبال هذا الفريق القادم لتوه من الطريق، وعبروا حاجز التفتيش الإسرائيلي حيث الوضع الصعب بطبيعة الحال. هنا يطمئن على بعضهم البعض ويحاولوا الوصول أكثر لفهم ما الذي يجري هنا. معه الآن إصابات بداخل هذه السيارة، سيارة الإسعاف، هنا بها ثلاث سيدات. نحاول أن نفهم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. كيف الطريق كانت؟ الحمد لله دبحونا. وين كنتوا انتوا؟ في الأندونيسي. كيف الوضع هناك؟ صعب جدا. تركتوا حدا خلفكم؟ في لسه 400 شخص. كيف كان الوضع على الحاجز وفي الأندونيسي الليلة؟ لا ما بطولوا لا يمرقوا، كتير بطولوا لا يمرقوا. لا يمرقوا الناس بطولوا كتير. كيف كانت ليلتكم في المستشفى الأندونيسي؟ مخيفة جدا، لا أكل ولا شرب ولا في إشي هناك ولا في عناية. الطاقم الطبي يعطي العافية، عمل اللي عليه وزيادة، بس مش قادر خلاص. استنفذ بالآخر. صار يحكي للمصابين، علم المصابين كيف يداوي جروحهم ويداوي لحالهم لأنه مش قادر نهائي خلاص. استنفذ. مصابة؟ أنا مصابة. كيف الناس اللي وراك ترك فيهم؟ كيف وضعهم؟ بحالة صعبة جدا. إن شاء الله يا رب ربنا بيسلمه وبعد يا معهم على خير يا الله. أنا أهلي بالضفة فبدي أطمنهم علي وأقول لهم إني أنا الحمد لله منيحة وهيني انتقلت على الجنوب. الاسم؟ سماحة وكاشة. إذن هذه السيدة أيضا نحاول فهم من الإسعاف والطوارئ. دكتور إياد يقول لنا أنه أخذت الطريق هنا وقت ويبدو أنه تم توقيف أحد أو بعض المصابين. إلى الآن هذه سيارة الإسعاف الأولى التي تصل من الحاجز، تم وصول حافلتين. علمنا للتو أنه تم اعتقال حوالي 30 شخص من الحافلة الأولى. الحافلة الثانية يتم الاتصال التواصل الآن لمعرفة هل تم اعتقال أحد من المصابين أو المرضى أم لا. سيارة إسعاف ثانية الآن تصل إلى هذه النقطة. نحن هنا على شارع صلاح الدين في نقطة قريبة من مفترق الشهداء، حيث وجود الحاجز الإسرائيلي مع انتصاف أو قرب انتصاف الليل. نشاهد هنا أطفال. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. كيف الطريق كانت؟ والله مش أمان نهائي، تحقيق وزل وهناء. وين كنتي؟
كنت في مستشفى الاندونيسي. انت كنت نازحة ولا معك مصابين؟ لا انا جوزي مريض وبنتي مريضة، كنت نازحة. جوزي كيف بس الكلى وبنتي مريضة شايلة الطحال كمان. كيف قضيتم ليلتكم؟ والله صعبة جدا، ان اكثر من ساعة ونص على الحاجز وتحقيق وزل، واخذوا جوزي لحتى لما رجعش مش عارف. وكيف كانت ليلتكم في المستشفى الاندونيسي؟ والله صعبة جدا، كلها خبط وقصف الطابق اللي فوق وشهداء وناس اشلاء لسه مرمية من دفنت ولسه ما طالوا. الوضع صعب صعب. زوجك وين؟ معاهم لسه. معتقل؟ أخذوهم مش عارف، أنا طلعت في الأسعاف. اللي بعدين حيعرفوا إذا جوزي طلع أو لا، لأنه في ناس بياخذوهم بحققوا معاهم بعدين برجعوهم في البص اللي بعده. الآن نشاهد هنا سيارات الإسعاف. نشاهد هنا سيارات الإسعاف، عدد كبير بداخل هذه السيارة من المصابين، أكثر من حالة موجودة داخل سيارة الإسعاف موجودين هنا، أتوا من لتوهم وصلوا. ونشاهد بطبيعة الحال حتى سيارات الطاقم الطبي يحاول إنقاذ هؤلاء المصابين الذين وصلوا في حالة صعبة. الآن سنتحرك مع هذه السيارة باتجاه مستشفى شهداء الأقصى، حيث هذه المصابة التي وصلت بوضع صعب للغاية، وسيتم إدخالها إلى غرفة العناية المركزة معها والدتها. إذن هذه معها والدتها. الآن سننتقل مع سيارة الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى. كيف طريقكم؟ صعب جدا، صعب جدا جدا قد ما تتصور، سيء جدا. فتش واحد واحد، صور واحد واحد، تفتيش شخصي، وحتى ألفاظهم بديئة صارت في الآخر. في البداية بيبدو معك كلام كويس وبحسوك إنهم منيحين وانت كم نفر عندك وهنا نوديك على المناطق الجنوبية، بعدها ايش بدهم غميك ومش هلحق كل وعيك، وبعدها ايش بيسوي لك؟ بعدها بيمسك سلاحه وبصير يحطه عند ركبتك. بلغني عن المخربين، بلغني عن حماس، ايش في المستشفيات بتشتغل؟ انت طاقم طبي اكيد بتعرف في المستشفى، فانت بتشوف مخربين وتشوف سلاح، بتجاوبه وبقول لك انت ايش؟ انت بتتخاوت علي، انت ابصر ايش؟ انت بتلعب فيا. فالامور صعبة جدا، بيحاول يضغط عليك في الرعب، في السلاح في ركبك والحين في بطنك، بقرب ايديه بمسك راسك بقرب. لم يراعي بطبيعة الحال حتى اوضاع المصابين، ومع انه لابسين زي التمريض يعني، وبنقول له احنا موظفين الا 45 يوم في المستشفى ما روحناش، رجلين مبتورة بنشتغل، ايدين بطون مفتوحة، ناس محروقة. كانت ليلتكم في المستشفى؟ كله تعبانين مش قادرين نقف، بقول لك اقف شوي بس جاوبني شوي، خلينا ريحك، خلينا ابصر ايش حاول. يعني عملية ابتزاز للمرضى والأطقم الطبية، احنا الطواقم الطبية يعني متعبين جدا. كيف كان الوضع في الأندونيسي؟ في الأندونيسي كارثي والله، آخر أيام لا نحسد عليها يعني، الواحد صراحة ما بتمنى يشوفها بحياته بتاتا بتاتا بتاتا. في الأحلام بتشوفهاش والله العظيم، أشياء كارثية، مرضى بتشعلقوا فيك، بيمسك واحد فيك هيك والتاني بيمسك من هان والتالت بيمسك من هان، بتلاحقش، في ناس بتموت والله سهل معامل يعني، بتقدر توقف نزيفه وبتقدر تشتغله، لكن من كثرهم ومن قلة الطواقم الطبية وكثر الحالات كان صراحة إشي كارثي، عمرك ما بتتخيله خيال خيال خيال، بدك تتخيله خيال أو تحلم فيه ما مستحيل. حدثني أكثر عن الليلة الماضية حيث وصول آليات الاحتلال إلى أسوار المستشفى. رعب، فيش طول الوقت طخ 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 طخ، قذائف، خبط الطابق اللي فوق، في 8 شهداء يعني كلهم زي هيك، من البنت والله العظيم، من البنت أطفال مكسرين، مفيش وسع، انفتح لهم طابق فوق قعدوا فيه، خبطوا غضيفة، والله ما حد قدر يجيب مصاب، في ختيار كان عجوز مصاب ما حد قدر يتعامل معاه بتاتا، يوم كامل يوم كامل من القناصة يعني، أي شخص كان يتحرك على الطابق اللي فوق اللي فيه الإصابات كان فعلا يتعرض لطخ طخ. انت بتروح رايح تجيب مريض، رايح تجيب شو اسمه شخص مصاب، ابدا ما بتقدر تسحبه، ناس روسها راحت انقطعت روسها بتتفرج فيها قدام اطفالها يعني، زوجته موجوده وبنته للشهيد. كم تركتم خلفكم ناس؟ والله في عدد كبير. اذا الطبيب الان يحاول مساعده هذه السيده او الفتاه بعد أن أصيبت ووصلت في حالة صعبة للغاية. الآن نصل إلى مستشفى شهداء الأقصى لنتابع هذه الحالة بطبيعة الحال التي ستدخل إلى داخل
قسم الاستقبال والطوارئ داخل مستشفى شهداء الأقصى، وبهذا تكون هذه المهمة وصلت هذه المصابة إلى هنا. ورافقنا بطبيعة الحال مع كاميرا التلفزيون العربي هذه المهمة، مهمة العمل. نكون هنا وصلنا مع هذه الحالة إلى مستشفى شهداء الأقصى، ونقلنا هذه الصورة من منطقة قريبة من مفترق الشهداء وصولها إلى هنا، وبقية الحالات تم نقلهم إلى مناطق جنوب قطاع غزة. باسل خلف، التلفزيون العربي، من أمام قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.